نتكلم النهاردة على المكونات النشطة المستخدمة في الأفلام الفموية. بيقول إنه يجب إذابة المادة الفعالة حتى يحدث الامتصاص، فإذا كانت المادة الفعالة شديدة المحبة للدهون فهي غير قابلة للذوبان في الوسط المائي، دي مشكلة، وقد لا يكون، لأن إحنا بقيناه وسط مائي، وقد لا يكون الامتصاص بالمستوى المطلوب، لذلك هناك توازن دقيق بين المحبة للدهون وقابلية للذوبان في المائي. الآلية الأساسية لامتصاص الدواء هي الانتشار السلبي، ونتيجة لذلك فإن معامل التقسيم ودرجة التأين ووزن الجزيئ لها تأثير كبير للمادة الفعالة على نقل الأدوية عبر الأغشية المخاطية الفموية. يجب أخذ الاعتبار درجة الحموضة المحيطة في الفم عند النظر في التوافر البيولوجي، بتكون درجة الامتصاص متناسبة عموما مع المحبة للدهون أو معامل تقسيم المادة الفعالة، ومع ذلك بتلعب قابلية ذوبان الماء أيضا دور مهم، بيظهر الشكل غير المؤين للدواء خصائص أكثر قابلية للذوبان في الدهون، وبالتالي بيكون طريقة الاختراق مختلفة، ولا توجد مشكلة توحيد في توزيع المواد الفعالة القابلة للذوبان في الماء، ومع ذلك يجب توزيع المواد الفعالة غير القابلة للذوبان في الماء بشكل متجانس للحصول على محتوى موحد مقبول. واجهة برمجة التطبيقات اللي يتم استخدامها إلى أنه يجب استخدامه بجرعات منخفضة، يجب أن يكون الشعور والطعم المتبقي في الفم مناسب، مش هنحط الفيلم وبعدها نبقى متضايقين من طعمه زي ما شفنا الفيلم اللي احنا عملنا تجربة قدام حضراتكم، خلاص دلوقتي تقريبا طعمه راح، هو كان طعمه حلو. يجب أن يكون الوزن الجزيئي منخفض، يجب أن يكون ثابتا وقابلا للذوبان في اللعاب، طبيعي إذا ما دابش في اللعاب يبقى هيمتص ازاي؟ كما ان امكانياتها وفعاليتها العلاجيه مهمه في اختيار الماده الفعاله، واكثرها هي الادويه المضاده للسرطان، مضادات الرب، والمواد الفعاله الملائمه لمضادات السعال، ومضادات الهستامين، ومضادات الصرع، مضادات السبحه الصخريه، ومضادات القيء زي ما قلنا في كام مثال في الاول، وادويه القلب والاوعيه الدمويه، ومضادات الذهان، ومسكنات الالم، ومضادات القلق، ومضادات الحساسيه، والمنومات والمهدئات، والادويه المضاده للبكتيريا، وادويه الالزهايمر، ومدرات البول، ومقشعات الفم. واحنا ورينا لكم مثال لفيتامين ب 12. مع السلامه.